احنا النهارده هنختم باك تو بيزكس باك لدكتور حزين اللي هو يعني از ان ابلايد ريسيرشر شغال في الجامعه وريسيرش ومع كده وذا كلين تك ارم شغال في الانوفيشن مع الانتربرينورز وشغال في انكلوسيف بزنس مودلز ات ذا بيز اوف ذا بيراميد مع الفارمرز ومع ناس من حتت الواحد لما بيشوفهم بيحس ان بلدنا جميله وفي انوفيشن. في تعبير عندنا في الفلاحين كده بيقولوا واحد جاي من ورا الجاموسة. فانا كنت بشوف ناس عند الدكتور حزين جايب عبله جايب جلابيته بطريقه كلامه جايب عبله من اسوان بانوفيشنز لمخلفات الموز والمواد الزراعيه ازاي انها تقدر تشتغل عليها وتساعد الناس بدل ما هم بيحرقوها وتبوظ التربه الى انها تبقى مواد غذائيه للتربه يشتغلوا عليها وازاي ان هو بكده بيساعد المزارعين ان دخلهم يزيد. فهو مش بس داخل وعامل انوفيشن وأورجانيك من الطين لا كمان عنده باشن انه يساعد الناس الفارمرز اللي عندهم بواقي مخلفات ان هم يكسبوا منها وان هم يساعدوا منها. فقادر ان هو يوصل لحتت جميلة جدا جدا. وكان اساتذتنا الكبار يعني دكتور حامد المصلي وكان دكتور دسوقي يتكلموا عن الانوفيشن بتاع مصر مش انت تقعد تشتغل على صاروخ. الانوفيشن انك تقدر تشتغل على احتياجات المجتمع وتقدر تخلق منها انوفيشن. This is an organic type of innovation. فانا هطلب منه اولا ان هو back to basics يعني ايه ماركت لينكجز باك تو بيزكس عشان نختم. يعني ابتدينا من البراكتيكال هنختم البانل بباك تو بيزكس اند ريل تشالنجز للانتربرينور لان العلاقه ما هياش جميله زي ورديه زي ما هي بنعمل كده. وبعد منه ناخد البريك. طيب يعني يمكن انا هتكلم على اسبيكتس ابسط كتير في البيزنس. احنا بشكل عام في الصناعه يعني يمكن انا حتى برضو هركز اكتر على الحاجات المرتبطه بالمانيفاكتشرنج او البروسيسنج بتاع المواد الخام مش السيرفيسز. دي الحاجه اللي انا حابب اركز عليها. احنا بشكل عام في مصر احنا بلد 100 مليون تعداد سكاننا بيكبر بسرعه شديده جدا والارض بتاعتنا مش بتكبر والموارد بتاعتنا مش بتكبر. احنا عندنا مشكله يعني كروس كاتنج او بشكل قطاعي في مصر ان احنا بشكل عام القيمه المضافه عندنا ضعيفه. احنا الطماطم بتاعتنا بغض النظر عن ان احنا 30% منها ما بيطلعش من الغيط و30% منها ممكن ما بيوصلش السوق لكن احنا اخرنا ان احنا نعبيها في علبة نظيفة ونصدرها بره. قيمة مضافة صغيرة جدا. الحقيقة الاصل الفقر من وجهة نظري او جزء كبير من الفقر اللي موجود في مصر ان احنا القيمة المضافة قليلة. انا بطلع قد ايه على المادة الخام بتاعتي. المثال ده لما تيجي تاخده وتعممه تلاقيه برضو منطبق على أغلبية القطاعات ومرتبط على الاقتصاد بشكل عام على أغلبية الانديكيتورز. احنا محتاجين ناس أكتر عشان نطلع نفس المنتج، محتاجين يمكن 10 مرات طاقة أكتر عشان نخلق $1 في الجي دي بي مقارنة بألمانيا. جزء كبير من احنا بنحتاج 10 وحدات طاقة أكتر من ألمانيا عشان نعمل $1 من الجي دي بي بتاعنا. يعني احنا كاقتصاد كفاءته بشكل عام ضعيف. القيمه المضافه نفسها ضعيفه. يعني في امثله يعني سيئه جدا واحنا كلنا عارفينها ان احنا بتطلع عندنا الماده الخام بتطلع بره وبترجع. احنا بلد بتصدر رمل. احنا بنصدر مصر بتصدر رمل. يعني بغض النظر انه ممكن مش هقول ان انا نفسي اعمل المايكرو تشيب اللي جايه من السيليكون بس نفسي اصدره افلتره يعني بال20 جنيه على الطن اخد مثلا 200 جنيه على الطن رغم ان انا ممكن اوصل ل $200,000 على الطن لكن اتليست عايزين نطلع شويه في السلم. جزء من المشكله ويعني يمكن انا بتكلم على التحديات اللي الشركات الصغيره او الجديد الصغيره والجديده هي لسه جديده في العمر بتقابلها انها مش عارفه تركب على سلسله قيمه مضافه وتساعد في النمو. في نفس الوقت سلاسل القيمة بتاعتنا نفسها مش قادرة تكبر. والمشكلة الأساسية أو جزء من المشكلة إن القيمة المضافة صعبة قوي شركة واحدة تخلقها. دي بتتخلق على مدار سلسلة من الخطوات المختلفة. يمكن أعتقد أغلبيتنا عارفين إن اللي مرسيدس بتصنعه في العربية في الحقيقة جزء صغير جدا. مرسيدس في الحقيقة هي وبي إن دبليو هم أجريجيتور لمجموعة من الإبداعات والإنوفيشنز والسلسله دي بتركب بشكل كبير جدا. طيب ساعات كتير جدا انا بنشوف مشكله كبيره في مصر ان العلاقات ما بين السلسله مقصوصه. انا مش هتكلم يمكن على الستارت ابس هاخد مثال على شركه كبيره احنا بنشتغل معاها وكانت عايزه قطعه معينه. شركه من اكبر الشركات في مصر شركه محترمه جدا تعمل 2 مليار جنيه في السنه مثلا او اكتر. الشركه دي كانت عايز قطعه معينه بتستوردها
عايزة تجيبها من مصر. ايرونيكلي الشركة اللي كانت ممكن تديها القطعة دي كان بينهم وبين بعض سور في المنطقة الصناعية، ودي شركة عملاقة برضو، ايرونيكلي هم كانوا بيشتروا منها قطعة تانية يعني. تمام، ده دي امثله موجوده. في مشكله يعني هنا عندنا الكلاينت بتاعها اه هم سبلاير لبعض، حد يعني واحد يعني منهم سبلاير كل حاجه بس مش عارفين ان الحاجه دي ممكن تطلع من عندهم، او لو اتغير الميكس ده في الماده الخام. انا بس مش قادر ادي اكزامبلز قوي لانها حاجه كونفيدنشال. لكن اللي عايز اقوله ان احنا في مصر العلاقات ما بيننا وما بين بعض في سلسله القيمه سواء شركات كبيره او شركات صغيره ضعيف. طيب المشكله اللي هنا ان اغلبيه الانوفيشن او اغلبيه القيمه المضافه الحقيقه لما نيجي نفكر فيها ما بتطلعش عند البيزنس تو كلاينت، مش عند البي تو سي، عند البي تو بي، لان في الاخر الكلاينت محدود وانا ببني في سلسله. طيب ازاي نقدر نبص المشكله دي سببها ايه؟ واعتقد المشكله دي جزء كبير جدا من عدم نمو الشركات الناشئه. يعني ما حدش مثلا، احنا عارفين ان مصر اغلبيتها مايكرو سمول وفيو لارج. احنا في كلينتك اريبيا لما جينا نبص على الستارت ابس اللي طلعناها ونجحت، انا بتكلم على سامبل من 300 شركه معدين الاربع سنين شغل، هم في الحقيقه في الاخر رايحين لنفس الاستاتستكس دي، رايحين تو بيكام فيو لارج وتقريبا ما فيش ميديوم، واغلبيتهم والسيتل على المايكرو سمول. جزء كبير من المعضله دي معضله لينكجز. لينكج دي ان انا اقدر ادخل في سلسله قيمه مضافه لحد وابقى جزء منها، او اكمل سلسله القيمه المضافه. يعني مثلا عند حضرتك الزبون بتاعك، الزبون بتاعك ده لو بياخد الباكجينج ماتيريال بيعمل ليها، بتخش في منتج اكثر ابداع، هو على القيمه المضافه اللي طالعه عند حضرتك. نفس الحكايه للسبلاير، لو جالك سبلاير بيديكي حاجه بسعر اقل انت بقيتي مور كومبيتيتيف، فهتنعكسي على الناس. وده يمكن مشكله اللينكجز دي، العلاقات اللي موجوده، العلاقات او البارتنرشيبس. يعني هي ليه مش ديل، هي لينك سلسله، لان انا مبني سلسله. مشكله ان انا مش قادر ابني السلاسل دي، ظريفه جدا في مصر ومنطقيه جدا. اول حاجه احنا في بلد في البيزنس او عشان اعمل العلاقه دي انا محتاج تراست، والتراست بيجي من ان الحاجات ريجوليت ومضمونه ومعروفه ومفهومه، او من القانون، من قوه العقود وتنفيذها وسياده القانون بشكل عام. حاجتين دول عندنا في مصر ضعاف بشكل بسيط جدا. احنا ناخد اول مشكله لما تيجي تسمع الشركات الكبيره. انا هديكوا اكزامبل صارخ شويه، انا هفترض ان التكنولوجي اللي طالعه من عند الستارت اب مضمون، يعني واضحه وصريحه والشركه مقتنعه بيها. وطيب تعال بقى نشوف التحديات اللي من اول هنا. اول حاجه الكاش. انا دلوقتي ببيع 100 قطعه في السنه، جاي لي واحد عايز 1000 قطعه، انا هحرك هجيب الكاش ده منين؟ ما هو مش هيروح يدفع لي 100% مقدم. فده دي مسألة الكاش، هل أنا قادر أعمل الكاش اللي يحركني بالشكل ده برا؟ وأعتقد بدأنا في مصر في قيمة تمويلية للعقد، يعني في كونسبت اسمه الفاليو تشين فاينانس، إن أنا بروح للكبير ومول أي حد بيورد لي. فده إكزامبل. فده هنا إن أنت في عنصر مساعد، حيك تقول على إيكو سيستم، أنا محتاج الإيكو سيستم اللي بيفكر كده، إن هو مستعد يدي الفاليو تشين فاينانس على قيمة الكلاينت ده. حاجة كويسة بس يعني أنا بتكلم ياريت بس أنا بكلمكوا على تحدي. المشكلة التانية اللي اخطر من الكواليتي، الكواليتي كنترول. احنا عارفين كلنا كويس قوي ان احنا بطبيعتنا كشعوب الكواليتي كنترول عندنا ضعيف. احنا بغض النظر، على فكرة معتز ما كانش بيدور على حد انوفيتيف، انت كنت بتدور على حد محترم بيعمل اللي بيقوله. يعني معلش ننزل بس شوية، هو الراجل ما قالش عايز حد انوفيتيف، لا هو الراجل عايز حد فيري بيزك، واحد بيقول لك هعمل اكس هديك اكس او 0.9 اكس. طيب مثال على الكواليتي كنترول، احنا عملنا دراسه ظريفه جدا، انا بكلمكم على بورتفوليو شركات في 19
عامل مليار و600 مليون جنيه ريفينيو، ده 0.2% من الجي دي بي، يعني مش بتكلم على ناس احجام صغيره او كده، دي كانوا ستارت ابس متوسط عمرهم 3 4 سنين. عملنا ستاتستكس معاهم، كم واحد عنده بروسيس كواليتي، عنده كواليتي كنترول تفتكر؟ 2%. And when we investigated, this turned to be after sales support. Actually, not after sales, دي مصيبة. إن الـ client حصل له مصيبة بنعبره. مفيش quality control. يا جماعة، إحنا برضو لازم إيه، مش دايما ناخد صف الـ startup. لكن أنت عندك quality control process، أنت عارف أصلاً يعني إيه quality control. لما تيجي تاخد مشكلة أكبر، إحنا الـ markets بتاعتنا مش regulated. إحنا أغلبية المنتجات برا ليها مواصفة واضحة. معروف السبيسيفيكيشنز بتاعتها، معروف ازاي اتست السبيسيفيكيشن دي، معروف ازاي اشتري وابيعها. في مصر في غياب السبيسيفيكيشنز والستاندردز اللي موجوده، ليتالون الانفورسمنت بتاعتها، ليتالون ان انا داخل مع شركه هي ما عندهاش الكواليتي كنترول، دي تصبح مشكله اكبر. هو هيورد ليا اول باتش مظبوط، نفترض انه عارف يغطي الكاش فلو ايشوز بتاعته وعنده جود كاش فلو مانجمنت داخليه، و لسبب قدر يتحرك، هل هو عنده الكواليتي كنترول؟ لما ستارت اب بتيجي تروح لشركه، انا ما ينفعش اقول له السبيكس، في رقم تاني في منتهى الخطوره اسمه الكونفيدنس ليميت. انا بديك 100 قطعه، بس انا بقول لك من الاستاتستكس بتاعتي، انا من ال 100 قطعه بيطلع عندي 90 مظبوطين. انا بكلمكم على مسائل في منتهى التعقيد، اسف، بكلمكم على يعني صعوبات بشكل يومي. واحد بيبني غساله، بينتج من 300,000 غساله، عارف ان في شافت كده لو جابه من مصر غسالة 8 هينزل 6-7%، بس قلقه ده هيديني الشافتس دي. هو حتى ما عندوش رقم على فكرة، هو انا داخل اورد له، داخل اقدم له، انا مش عارف اقول له كم بيرسنت هيطلع مظبوط. فدي حاجات احنا في الايكو سيستم اللي بيسبورت الشركات، يا جماعة مش حاجات جديدة، دي بيزك اوبريشنز في التصنيع، في المانيفاكتشرنج. احنا محتاجين نمبيد الافكار دي، محتاجين واحنا بنشتغل مع الستارت ابس والشركات نقول لهم يا حبيبي اخر مشكله في اللينكج انك تعرف مين فلان عنده الحاجه اللي انت عايزها، دي كده سهله جدا مش شايف فيها مشكله. انت في مصر دي بتجيبها على الفيسبوك في 3 ثواني، يعني انت لو دخلت في مصر قلت مثلا مين عنده يورانيوم مخصب، اعتقد في 10 مينتس هيجي لك 5-6 من الفريند ليست بتاعك. لكن دي اسبيكتس مهمه جدا، الكواليتي كنترول عند الشركات، الديتا مانجمنت داخليا شكلها عامل ازاي، ودي حاجات مش مكلفه. طيب من ناحيه الشركه، خلي بالك انا هنا مش بتكلم على اي جانب اجتماعي او كده، انا بتكلم ان انا كلاينت وعايز ازود السبلايرز بتوعي، يا اما عشان ارخص، يا اما عشان يبقى عندي قدره تفاوض مع السبلايرز التانيين الكبار. من ناحيه الشركه الكبيره في السبلاي تشين، في البروكيورمنت، من الكونسبتس المعروفه جدا ان انت عندك استعداد تقبل فيلير ريت اعلى لما السبلاير بتاعك يبقى جديد او حجمه صغير. ده كونسبت موجود في الصناعة، والكونسبت ده موجود في الصناعة وجاستيفايد علشان انت من مصلحتك يبقى عندك السبلاير ده. فدي الكونسبتس دي محتاجين نطبقها. في كونسبتس متقدمة، في شركات يعني بتوصل لمراحل اكبر انها اكشوالي بتدي نوع ده من السبورت. انا جزء من السبورت بتاعي وانت جاي في اللينكج ان انا هديك كاباسيتي بيلدينج، انا هديك تريننج، انا هقلل الاكسبتنس ريت، هسمح بفيلير ريت اعلى معاك لمده 6-7 شهور عشان تقدر تخش في الفاليو تشين او تبقى جزء من المنظومه بتاعتي. ليه؟ عشان انت عندك منتج ارخص او بتزود الناس. فهي الحقيقه الصعوبه اللي موجوده في مصر ان احنا ما عندناش الماركت ريجوليشن والبرودكت سبيسيفيكيشن، وما عندناش النظام القضائي، ما بيشتغلش الحاجات دي، فالثقه قليله. طيب عشان اقدر ابني الثقه محتاج ابص على الميكانيزمز. الرسالة البسيطة اللي عندي ان المشكلة جاية من ناحيتين، الشركة الكبيرة محتاجة تعرف انها بتعمل ده لمصلحتها البحتة، وجزء من مصلحتها على اللونج تيرم ان انا اديك تكنيكال سبورت، اقبل منك فيلير ريتس باشكال موضوعة وارقام واضحة، مفيش فيها اي مجاملة، انا هقبل منك ريت معين في الاول ونرفع الريت ده مع بعض. كونسبت ان انت ممكن توصل لمرحلة انك تمول، احنا عندنا حاجة اسمها كونتراكتنج فارم، تحصل في بعض القطاعات انا ممكن اساعدك في التمويل، ممكن اديك داون بيمنت اعلى شويه في المقابل واخد المكسب. من ناحيه الشركات الجديده اللي هي باعتبار انها جديده الثقه فيها اقل، ما عندهاش التراك ريكورد اللي يضمن، فهي محتاجه تشتغل على الكواليتي كنترول بشكل واضح، تشتغل على مش بس الكواليتي بتاعت البرودكت اللي طالع اول مره،
او البروتوتايب او السامبلز اللي في الاول محتاجه يبقى عندها بروبر يعني مانجمنت وديتا بتتكلم على السبيسيفيكيشنز. هديكوا بعض الامثله ان في الاخر خالص هي فيها مشكله تراست. انا من الحاجات الصادمه ليا اللي كانت بتحصل، انا بتحصل ممكن بنك يكلمني يقول الشركه دي مقدمه وقالوا ان هم يعرفوك دول كويسين، تتخيل ان انت في اللحظه دي بتقول دول كويسين ممكن القرض يطلع، مش هقول بنك ايه، بس ده الواقع اللي احنا عايشين فيه، ان في مشكله هنا ان هو البنك مش ضامن الشركه دي هتعرف تادي ولا لا. اديكوا على امثله تانية، انا بنتج كرتون، بتكلم على مثال واقعي في سوهاج، حد بينتج كرتون، انا عندي 4-5 عملاء جداد، انا مش بس السبلاير، ممكن العميل جالي عميل صغير في الصديق سوهاج، عميل ده بيعمل ثلاجات كولدير وغسالات شعر، العميل ده صغير عايز مني طلب، طبيعي ان انا عندي برايوريتي ثانيه تمام، لكن انا ممكن افكر فيها كبزنس، انا ممكن اوقف الانتاج بتاعي واعمل تغيير في البرودكشن سكيدجولينج عشان اخدم على العميل ده. الموتيفيشن هنا في الكيس دي كان موتيفيشن انساني، ان احنا يا جماعه كنا صغيرين، وخلي بالكم يعني بالنسبه لي الموضوع برضو ابسط شويه، احنا نوعا ما كبشر بعضنا او جزء كبير منا جواه سنس اوف فيرنس، ان انا يعني كما تدين دودان، او يعني حب الاخي كما تحبه لنفسك، فحد بيفكر ده كان شخص مكان صغير وانا لازم اسد معاه. المكان ده اللي انا اعرفه في سوهاج ناس محترمه جدا وعملوا ده بجانب انساني تماما، وكان عندهم دايما منديت ان ما يصحش اكسفه، ده جاي من بلدي، ده قريبنا، ما يصحش اكسفه، ده كان صغير، احنا كنا صغيرين وبنكبر. انا عايز اقول لكم المكان ده تحديدا السنتين اللي فاتوا او بعد الثوره اللي شال المكان ده السبلايرز الصغيرين. بس اللي هنا مقصود ايه؟ ان المكان ده خد ريسك وخسر شويه فور ريتيرن، كان محتاج يعمل اكاونتنج للقصه دي انه يفتكرها وتبقى داخله في منظومه البيزنس. فانا كواحد كبير والكلاينت بتاعي صغير، انا محتاج افكر ان ده ممكن يقلل يعلي نيجوشيشن باور، يديني جزء من السكيورتي، فاخسر شويه واديله عشان في المستقبل ممكن اكسب. في دور الايام والمكان اللي بيعمل الغسالات ده، مكان على فكره مصر فيها يعني ابداع باشكال مختلفه، ده مصنع في سوهاج بيعمل حوالي 20,000 غساله وثلاجه بليفل انوفيشن عالي جدا في مصر. مثال بقى تاني على حته اللينكجز دي خطر ازاي، الراجل ده محتاج سمك معين من الصاج، مصنع كبير من اكبر المصانع في مصر في الجلفانايزد ستيل، برودكت عنده الجلفانايزد ستيل، المصنع ده بيشتغل من خلال تجار وعنده قطعيات معينه، فالمكان اللي بيعمل غسالات ده بياخد قطعيه ادخل من اللي هو عايزها عشان الكبير مش قادر يعمل له برودكت ليه مخصوص تمام. المصنع الكبير محترم جدا، المصنع الصغير محترم جدا، لكن اللغه بينهم صعبه، لان انت مفيش سبيسيفيكيشنز، مفيش ضمانات، مفيش في حاله زي دي حاجه تزعلني طبعا، لكن التدخل الشخصي او الانستتيوشن الوسيط ده ليه دور. الدور ده على فكره حاجه بتسند على جنب، وفعلا المصنع الكبير بدا يعمل كده. هنا احنا نفسنا نريبليس الجزء بتاع التدخل الشخصي او الطرف الثالث اللي بيحاول يعلي الضمانه، ازاي ان احنا نساعد الشركات الناشئه يبقى عندها اكاونتابيليتي اعلى، تبتدي تتكلم وتعرف ان الموضوع ده اكل عيش. انا خلي بالك انا لو الشركه الناشئه دي هتجيب لي الاكل بتاعي اللي بديه للعمال اوكي هقبل ريسك، لكن اول ما هتبتدي تديني الشافت اللي بيدور الموتور الموضوع هيختلف، لما تبتدي تديني السيليكون ستيل اللي هو اساس بيرفورمانس الموتور الموضوع هيختلف. فنبتدي نحاول نريبليس الحاجات الانسانيه او اللينكجز اللي واحد بيخش يحط ضمانه بشكل ما، والضمانات دي على فكره موجوده في مصر بشكل معقد. احنا في مصر ناس دورها يعني مثال بسيط، مصنع تاني في سوهاج بيخلي واحد كده على باب الله بيقول له انا عايز اعبي خضار فمحتاج العبوات دي تمام، فالمصنع ده حوار كده انا بشوفه بيحصل، انت يا ابني مين اللي بيضمنك؟ المعلم فلان في البدرشين. قالوا يا معلم فلان في البدرشين، الراجل ده مضمون، رقبتي يا باشا، ادي له الحاجه من غير داون بايمنت. الراجل اتاخر، المعلم فلان سدد نيابه عنه. الاليات دي يا جماعه اليات موجوده، احنا نفسنا واحده واحده نريبليس الستراكشرز. انا من وجهه نظري ان في دورين مهم جدا، دور ناحيه الحكومه وده دور للناس اللي شغاله بشكل عام، ان موضوع البرودكت سبيسيفيكيشن والستاندردز
والكومبلاينس ده اللي بشكل موجود والماركت ريجوليشن ده موضوع حيوي صعب جدا نفضل نحاول نعافر بشكل شخصي باللينك اللي موجوده في النص علشان الحاجه تتحرك بشكل سيستماتيك. لحد ما الموضوع ده يتظبط محتاجه الشركات الكبيره تعرف ان ده انا بتكلم على الاقل من وجهه نظر بزنس بحته، توسيع الكلاينت بيس بتاعتك والسبلاير بيس بتاعتك من مصلحتك البحته. انت داخل عشان تكسب، انت مش داخل بالصغير عشان سواد عيونه، انت بتاخد عشان تكسب. عشان تكسب لازم تانفست. يعني ايه انفست؟ اديله داون بيمنت اعلى، اقبل منه فيلير ريتس، اديله تكنيكال سبورت، ويا سلام لو عايز تخش تديله فاينانس زي الكونتراكتنج فارم. ناحيه الستارت ابس لحد ما السيرتيفيكيشن سكيمز والكواليتي دي تتظبط بشكل مؤسسي محتاجه تعرف ان ده اكل عيش. انت مش بتبيع، اطلع بقى من الجو بتاع ان انت اخترعت وابتكرت وعملت، ده اكل عيش. عشان تعمل اكل عيش لازم تتعب جزء كبير قوي، ان انت يبقى عندك ارقام، عندك ستاتستكس، عندك احصائيات. الحاجات دي مش مكلفه ودي من صميم البيزنس. بس ده اللي عندي. بس كده بس. طيب قبل انا احط ستاندرز وهمشيها، ما بتتكلم على اندستري وايد صح؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت يو ميسنج بين الحتت بتبقى فيها جابس، بص على الدول المتقدمه تعمل ايه. لما بص مثلا على الفاليو تشين بتاعت الكيميكالز، هتلاقي كوموديتي كيميكالز في الهند، في الصين، في دوله ديفلوبينج، وتعمل بوليوتنج ويشموا اللي يشموه ويحصل معاه. لكن هتلاقي السبيشاليتي كيميكالز دايما في ديفلوبينج كونتري، فيها نو هاو عادي، فيها فاليو ادد عالي. اللي انا بحاول اقوله بان في بوليتيكال جين تخلي الفاليو ادد في الحته الدوله المتقدمه، لان ذيس از هاو they get their value. صح. انا اقول لحضرتك بمنتهى البساطه، وده من حقهم، كل واحد من حقه. بس انا نفسي نبتدي نلعب الجيم. الجيم دي احنا ممكن نلعبها بشكل حكومي، والجيم دي انا متاكد ان كل واحد قصادي من مصلحته ان انا ما اخدش جزء كبير من الفاليو اد. بس احنا محتاجين نفكر بالعقليه دي شويه. ممكن تدخلات حكوميه تعمل كده، وعشان كده الحكومه بتعمل حاجه اسمها رسم صادر. يعني انا ممكن في مرحله ما اعمل رسم صادر، خلاص عندي حاجه مش هطلعها، بحيث ان انا اخد خطوه بروسيسنج اعلى شويه. الجزء الثاني انا عندي قناعه ان قبل ما اوصل لمرحله ان انا بقيت بقطعه يعني بحارب في اكل عيشه اللي بره ده، احاول اطلع سلمه. ميبي اي كان سنيك ان. انا عايز اخد خطوه اقنعه ان انا لو خدت الجزء دي عندي هقلل التكلفه بتاعته، فهخليه ينافس اخوه الكبير اللي هو بيحاول يتخانق معايا. فانا نفسي، انا عارف ان في جيم كبيره جدا في دور للحكومه، لكن اتمنى ان احنا على الاقل ناخد بعض الستبس، واعتقد ان احنا نقدر نكابتشر بعض الفاليو اد. انا يعني فاكر متواضع جدا، يعني انا مش عايز اخش عند سبيشاليتي كيميكال. حضرتك احنا في دلوقتي حاجه بايو كيميكالز في العالم طالعه بشكل كبير جدا. دي بشكل بسيط بتقول ان احنا محتاجين كيميكال كومبوننتس ريبليس، او ماتيريال طبيعيه بايو تريبليس الكيميكالز اللي بتلعب الادوار الحرجه في الصناعه. انا هدي مثال لحضرتك عشان دي حاجه جايباني حاله هوس شويه. في ماده اسمها البكتين. بكتين دي بتطلع من قشر المانجا وقشر الليمون. يشاء القدر ان احسن بكتين بيطلع من قشر الليمون والبرتقال المصري، القشر اللي هو الزباله. بكتين ده لما باجي اعمل مربى مثلا، محتاج في مصانع في مصر بتستخدم 10 كيلو جرام بكتين في اليوم، كمان 500,000 جنيه. انا القشر البرتقال وقشر الرمان من مصر بيطلعوا بره، يطلع منهم الماتيريال دي. انا عايز بس تصور حضرتك المستوى المتواضع اللي الواحد بيفكر فيه. انا مش عايز اطلع البكتين، انا عايز اجفف بس واطحنها، اطلعها بودره مجففه. تصور حضرتك انا بتكلم في ايه؟ هي ب 40 جنيه طن لو هي قشر. لو عملتها بودره مجففه بقت ب مثلا 300 جنيه. لو غليتها ونزلت بس حاجه كده اسمها الاكستراكت في حلل وعبيتها مظبوط بشويه كواليتي كنترول بقيت 3000 جنيه.
نفسي بس بدل ما احنا في ال 40 جنيه نبقى في ال 3000 جنيه. توصل للكتير اللي انت عايزه ده، ده عايز ديستليشن وعايز ديفلوبمنت اوف النوع. صح. نفس المشكله في الاسينشال اويلز. طبعا الاسينشال اويلز امريكا ما بتاخدش منك اسينشال اويلز، بتاخدها ثرو فرنسا. صح. فرنسا بتعمل ايه؟ بتعمل ديستليشن وبتطلعها بديفرنت سبيكس. انا بقى مش عايز اسمع. ما عندكش كباس. بس خلي بال حضرتك احنا مش بنصور اصلا، احنا بنصدرها في شوارع. انا عايز بس اطلع الستاف، يعني نفسي اطلع لو هو الفاليو سكيل لادر ده من 0 ل 200,000 دولار، انا عايز اطلع عند ال 20، احنا عند ال 2. فاتليست تو تيك ستيب. وعلى فكره انا هقول لحضرتك انا مش عارف احنا 100 مليون ازاي هنبقى في يوم من الايام اغنياء من غير كده. ما انا هعمل ايه؟ عندي قناه السويس وعندي الارض وعندي الزراعه. اي هوب وي كان بوش ده شويه. ما بقاش قادر كام حد عنده نولج دي وقادر يعمل ده؟ قادر ينفذ بالنولج دي يحولها لبزنس وقادر ياخد ريسك. انا رايي ان الناس في موضوع التكتيك ده تحديدا، لا انا رايي ان الناس موجوده، بس احنا محتاجين، يعني انا كنت بتكلم على الجانب المنح. ما خلي بالك هو الستارت ابس اصلا جزء منها بيعمل كده، ان هو بيقوم ناطط نقطه في السلسله، بس جزء من نقطه السلسله دي وان انا قادر اعمل ان انا هعرف الينك. وعلى فكره ان انا لينك في الفاليو تشينز، انا مش لازم الينك في فاليو تشين محليه، انا ممكن اركب على فاليو تشين جلوبال وخلاص، ما حدش برضه هيعمل حاجه لوحده. بس جزء كبير منها ما تزعلش مني، في انوفيتورز في مصر بس الكواليتي كنترول عندهم سيئه جدا وعباقره، بس الكواليتي كنترول سيئه. مفيش نولج للبزنس. انا مركز ممكن مفيش بزنس، بس في برضه زاويه يعني عندهم نولج بس مش عارفين يوظفوا النولج دي انتو بزنس. يعني هو Yeah, I think this is part of the roles of the incubators and accelerators. I mean, I think this is a big part of your role. Yeah, that you go to a place, to talk, and to talk, and to make awareness, and to make mistakes, and to get institutions to talk, and to talk, and so on. So that's what gives them the insights that actually they have value. That I'm here to teach them that they have value. Very good. Not just knowing that they have value in the market. Zena. بي تو سي مش بي تو بي، انت من وجهه نظرك كام في الميه في البي تو بي وكام في الميه لو هو بقى لو انا رحت بي تو بي زي فكره زي اللي انت قلتها، هلاقي نسبه سبورت قد ايه في الايكو سيستم بتاع الانتربرينورشيب او الـ الستارت ابس؟ بس والله بص انا هقسم الاجابه لشقين. لو قصدك بالستارت ابس حد زي الصور اللي مرسومه على الحيطه دي يبقى النسبه قليله جدا. لو قصدك ستارت اب واحد بيبتدي بيزنس والناس بتساعده وبينجح، لا النسبه مش صغيره. يعني الامثله اللي انا كنت قلتها دي بتاع الكرتون والغسالات والثلاجات، ده في الوعي العام بتاعنا حاليا في يعني النخبه دي او كده، ده مش انتربرينور. انت قصدك بقى اللي هو انتربرينور. لا نسبه، بص نسبه صغيره، انا ما اعرفش الرقم، نسبه صغيره، بس برضو احنا لازم ناخد بالنا ان احنا شغالين هنا على موديل. الموديل اللي احنا شغالين عليه في الانتربرينورشيب ده زاويه واحده بس من هاو تو ميك ا بزنس. الزاويه دي يعني لو انت طبقتي فكرت في توماس اديسون او هنري فورد، مش هيطلعوا ان انت بتدور على اليونيكورن او السوبر هيرو. بندور على الشركات انها انفستمنت فيكتس، انا عايز اخش احط وبامب ات اب وابيع واكسل. والموديل ده على فكره الموديل ده خطورته فين؟ ان هو في الاخر خالص عشان تخلق القوي ده انت لازم تفرم 3000 4000 واحد. الموديل ده من وجهه نظري نادرا لما بيخلق قيمه، هو بيعيد توزيع الفلوس. ان انا هجيب ال 100 افرمهم يصرفوا فلوس ويخسروا وهشفط كميه فلوس كبيره جدا من سورسز كتير، اغلبيتها هيروح في الارض علشان واحد
يعدي. الموديل ده ما فيش فيه حاجه غلط, ده موديل فور دوينج بزنس. والموديل ده على فكره في امريكا بتقال عليه سبراي اند براي, سبراي اند براي يعني نطلع عشان واحد منهم يعدي. وفي الاخر احنا بلد ما فيش فيه اكاونتابيلتي. انا في الاخر خالص برضو ال 900 ضحيه دول همسحهم وهمسك الصوره دي واعملها بوستر بوي ولا بتاع والدنيا هتمشي واجيب فلوس اكتر, ما فيش مشكله وده مش غلط. بس المشكله ان الموديل ده ما بيخلقش نت فاليو. انا رايي ان مش نسبه كبيره بتعمل كده, ده مش غلط في حد ذاته, بس هو التارجت ايه؟ انا عايز ماكسمايز بروفيتس لعدد من الناس. This is arguably a good model وما فيش فيه حاجه غلط خالص, وما فيش داعي ان احنا نحط حاجات مبادئ اخلاقيه او مسل عليا يعني مش واقعيه. ده موديل. الموديل الثاني اللي هو اعتقد ممكن بنتكلم عليه انه نفسه يخلق نت فاليو اد, ده لا ما فيش فيه على فكره فرص ان يطلع منه يونيكورن اقل بكتير, بس فرص ان يطلع منه 201 ميديم اعلى بكتير. فلا الموديل ده مش ماشي. احنا واخدين شريحه معينه من فكره الانوفيشن والانتربرينورشيب, والشريحه دي هدفها تعظيم العائد لعدد صغير جدا من الانفستورز, وده مش غلط. ده كلام خطير يا دكتور. انت بتتكلم على different models of entrepreneurship. انا لازم يعني ده كلام في الايكو سيستم ما بنتكلمش عليه كتير. يعني ده كان كلام محتاجين فيه الاخوه اللي كانوا قاعدين هنا بتوع الديون بتوع الانفستمنتس علشان يفكروا معانا ازاي نخلق نماذج مختلفه عن البيزنس از يوجوال. بس بدا الشفت بدا. حاضر. يعني كلمه ايكو سيستم انا فلاش اي اون افيك ان هي اوفر يوز. مش ويل ديفايند. ومش ويل ديفايند. يعني ذاتس باك تو يور كومنت. يعني في مجموعه اطلقت على نفسها الايكو سيستم. They're not genuinely the ايكو سيستم. ما ده سؤال صعب برضه معلش. يعني هاو تو ديفاين الايكو سيستم ده سؤال صعب. وهاو تو ديفاين الانتربرنور شيب ده سؤال صعب. وهاو تو ديفاين زي ما بيقول انت راجل شغال وميديم سايز بيجيب ميديمز وانت مش معتبر انتربرنور اصلا. ما هو مش هيسكيل بسرعه والاكس اللي هدخلها دلوقتي حاضر اخدها 10 اكس. لا انا هو مش هقدر اعمل اكس. هو مش هيعمل اكس. لا الموديل بسيط بس عشان نوضح. ما انا لو عندي 100 انا اي كان تشوز تو روتس صح؟ اي كان تشوز روت ان انا كنت لي واحد 100,000 جنيه عشان واحد منهم يكبر. واي كان تشوز ا روت وير ان 5 مليون هيعملوا سيكتور وهيعملوا اندستري وماي ريسك از واي ليس. هو ماي ريسك از ليس. اتس سمبل. اتس ا بورتفوليو. احنا بنيجي يعني بيجي لي ستارت اب في سي اي بي اللي بيحصل ان احنا ممكن نشتغل. يعني دايما بتكلم على اللاين اوف بزنس انا كان ورك وذ 5 ستارت ابس. انا حد يستحمل ان انا اشتغل مع 5 ستارت ابس وبالعكس ات انكريزز ماي فاليو بروبوزيشن. يعني ات انكريزز ماي ريسك لان انا فعلا بخش الماركت بكذا زاويه. يعني انت ممكن تبقى بتقدم نفس الخدمه بس الادد فاليو بتاعتك في ستارت اب مختلف عن اللي جنبك عن اللي جنبك عن اللي جنبك. فانا ممكن اشتغل مع الخمسه فاهم بس بخلي البيزنس يعتبر على نفسهم هيدروكلوريك اسيد عشان ريكواير ا لوت اوف تيتشنج اند اديوكيشن للستارت ابس عشان يتكلموا زي ما انت بتقول كده كواليتي كنترول ونروح الماركت ازاي وهاو يو كان بي اسوشيتد بالسي اي بي. حسن انا از بزنس انا عايز 1 اكونت بالواحد احط الفلوس كلها وهو يكبر. بس انت بتتكلم انت يو ار انوفيشن ان ا فيري ريسك افيرس انفايرمنت يعني بانكس ار ريسك افيرس. فانا بالعكس انا ده البيعه بتاعتهم ان انت دايفرسيفاي يور ريسك ان انت تشتغل مع بس يعني كنت عايز اقول حاجه. كنت عايز اكومنت على يعني كلام حضراتكم كلام زينب ان هو ده يعني I think what we're seeing is very healthy. It's very healthy. في اللي زينب بتطلق عليه الايكو سيستم اللي it's extremely undefined and وفي ناس كتيره that are showing up every day doing حاجات that they want to do the unicorn منها. With these people هم هدفهم الاساسي ان هم يعملوا البي ار عشان الميديم سايز ده يعرف يطلع ويشتغل. لان الراجل الميديم سايز ده اللي هو هيلثي بزنس اللي هو مش هيكذب بان هو يطلع بالكومباني بتاعته يبقى بابليك ولا ان هو يبيع الشركه دي لحد. هو هيكذب بان هو هيسلم لجي ام او سي او تاني وهيبقى عنده باسيف انكم شغال ليه ولاولاده طول العمر عشان الناس دي تعرف تطلع. نازل في ناس تانيه ايذر عارفه تلعب بي ار وعارفه تظهر وعارفه تجيب كل الناس دي تقعد في روم زي دي تتكلم على انتربرينورشيب. الكلام ده ما كانش بيحصل لحد الثوره لحد 2010 2011. كان في بيزنسز كثيره بتحاول تحل مشاكل وكلهم شغالين من تحت لتحت او شغالين من غير البي ار المطلوب او من غير البي ار المناسب. وبعد كده بيبل
قدروا ان هم ياخدوا ستيب ويقولوا احنا بنعمل واحنا بنعمل، وظهرت رايز اب وظهر كل البلايرز الكبار اللي بداوا اللي بدات الناس تريفير ليهم بحاجه اسمها ايكو سيستم، وبدا يظهر الناس اللي عايزين يطلع منهم اللي تحصل فيهم تبقى انفستمنت بيكل، وناس تحط فلوس وتخرج وناس تحط فلوس تخرج، ومش شرط تتكون بيحصل فيهم فاليو حقيقيه. بس ده ذيس ار ذا بيبل اللي بيظهروا على الاخبار، واللي بيخلوا المينستريز تتحرك، واللي بيخلوا البلد تقول احنا عايزين نغير قانون الاستثمار، وبيخلوا ده. ومش شرط الناس دي هي اللي هتستفيد منها، لان الناس دي في منهم كتير قوي اللي هيترم، وفي ناس وفي ناس في الاخر. انا بقى لو بخلق بزنس شغال في الرمان في اخر الدنيا في الوادي الجديد، بقول اي كلام، انا مستني، او في اسيوط، انا مستني ان القانون ده يتغير، لان انا ما عنديش الاكسسبيليتي ان انا اروح اغيره. فلما هيتغير انا هعرف اروح اخبط على البنك، او اخبط على ام اف اي، او اخبط على حد يديني فلوس، وهلاقي ريجوليشن حصلت تساعدني. بس من غير البي ار موف اللي بيخلقها ناس ويكالدم الايكو سيستم بالبز بس بتاعتهم، بيحصل تشينج، لان 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 they are getting noticed. ف if we are to strip away كل الحاجات الوحشه اللي احنا بنشوفها وبنقول عليها الحاجات الوحشه اللي بتحصل في الايكو سيستم، وبنشوف الفاليو بتاعتها، اي سي الفاليو الاساسيه، اتس بي ار فاليو. مين اللي بيكمل؟ حضرتك زي ما قلت، اللي جاي هنا ياكل عيش بس، اللي جاي هنا يلعب او يليد ذا بي ار ايمج، او يتفرج، او يحاول يلم فلوس ويخرجها بفلوس الناحيه الثانيه، they have more higher risk ان هم they would fail. بس اللي بيكريت فاليو حقيقيه هيفيل لو مش قادر يكريت الفاليو الحقيقيه دي، او مش قادر يكمبيت، او مش قادر يعمل ده. فوجود ده بيكمبلمنت ان البلايرز الصغيره او البلايرز الحقيقيه تعرف تشتغل. لان انا لما اروح المصانع دي لسوهاج واجي اقول له كل اسبوعين ثلاثه تعالى اطلع في الاخبار واطلع في مش عارف ايه، الناس ما عندهاش وقت تعمل ده. لازم واحد يكون بيعمل ده او بيعرف يتكلم عن ده يطلع، والراجل ده بيجرب في حاجات وبيعمل حاجات. ولو كنا سالنا انديور قبل ما يمشوا هنلاقي ان انديور themselves they appear in a lot of PR. بس when you look at the investment portfolio you'll find very real things on the ground. ما بيطلعش فلوس من جيبه، او ما بيمضيش شيك على حاجه هو مش شايف ان الحاجه دي بتعمل فاليو او بتجيب مالتيبلز. النهارده الصبح كنا في ايفنت بتاع جوجل، and we saw some projects بيتكلموا على what they did, and there was Visita اللي جت اتكلمت على how many patients هم ساعدوهم في الحقيقه، وعملوا لهم بروفايلنج، والبيشنتس دول بقى عندهم ميديكال هيستوري هم شايفينه وقادرين يتحكموا فيه. لما نشوف حاجه زي حالا اللي ظهرت وثابت كل الكلام اللي احنا بنبص عليه ده، وبصت على الاندر سيرف كوميونتي بتاع الدكاتره، حتى لو هي خارجه من الجمهور، حتى لو هي خارجه ببلاير كبير، بس الاخر راح اتكلم على الاندر سيرف وخلق عليهم السوبر اب اللي يقدر بيسيرف كل الناس اللي شغاله على دكاتره، وشغلهم وخلاهم دخلهم في الفورمال ايكونومي، واداهم جوبس، واداهم تكاتك، وطلع لهم دايركت ريفنيو واندايركت ريفنيو، واداهم حاجات بالتقسيط، واشتغل على الناس دي واداهم فاليو حقيقيه. فالناس دي هي في ناس ايدر 100% بيشتغلوا مش مركزين خالص، وناس 100% بي ار، والناس دي احنا I've been doing this. يعني I've been I left كوربريت في 2018، بس I started my company في 2012، فاي سو الانترسبشن لفتره طويله، واي سو ذس لفتره طويله، فشفت الاكستريم بي ار، والناس دي بقى بتلف. السنه دي بنشوف ده، السنه الجايه بنشوف ده، السنه الجايه، والسنه دي بتشوف ده شغال عند شركه ده لان هي فين، وبعد كده بيحاول يلم شويه فلوس ويجرب تاني، او يروح يشتغل في كوربريت يعرف هو كان ايه ناقصه فعلا ويحاول تاني، لان هي سيز دريم اند تراينج تو ميك. وناس عندها ريسورسز ان هي تبدا تبالانس، which is extremely good. It's a very healthy environment. وده لازم يحصل because we're a developing country. فده لازم يحصل and only the real things will prevail. The real things will stay for 10 years and 20 years. لأن هم قادرين عندهم PNL بقت تربح معاهم وقادرين يكملوا عليها. لكن some people investors they get sick of it and they get bored and they stop investing money فيها. ما بيكسبوش. وهم مش اوبر، واحنا مش شايفين الفيوتشر، او ما وصلوش ان هم بقوا بابليك والبيزنا فيها خلاص. والناس النصابه بتبان، وي ورك فل
بعد valuation of 50 something billion dollars and they fell and they almost announced bankruptcy من شهرين. ف ده كله بيبان فوجود ده بيكمبلمنت وجود ده من وجهة نظرنا and people who make real value should يتفرجوا ايه اللي بيحصل ويتفرجوا what opportunities we should grasp بس they should remain making value or doing value بس. شكرا يا عبد الهادي. يعني انت حطيت البيكتشر بتاعت الايكو سيستم اللي هو البابل او الناس بتقول عليه بابل او كده انتوا ازاي هو بيفيد المجتمع ككل. نيفر بريس برضه يعني كان في تشالنج من زمان على ايامي لما انا دخلت جامعه اقتصاد وكده زمان كان في الليبرال ايكونومي كان بيتكلم على انك تليت جو والتريكل داون هيؤثر على ان الناس الكبار هيكبروا تخليهم يكبروا بسرعه والتريكل داون هيخلي الصغيرين كمان ياكلوا لقمه ويكبروا. وبعد 20 سنه من الكلام دوت الوورلد بانك اكتشف مش اكتشف يعني طلع ان ده اتوزمت بمعنى ان انت لما الكبير يكبر وتسيبه هو هيغرق التانيين ما طلعش شغال كويس قوي. بنتكلم دلوقتي على الترنز حاجه اسمها انكلوسيف ايكونومي ان الناس اللي هم الميديم اللي انت شايفهم دولت هيستفيدوا لما انت هتعمل شويه بزنس بس الاستفاده بتاعتهم حاجه سكندري قوي في الاخر خالص لكن هو محتاج ان هو يتحرك لقلب الاقتصاد. فاحنا عندنا مشكله حاليه ان في سبوتس على الانتربرنورشيب ايكو سيستم ابو اللي بيعرف يعمل اكزيت واللي بيعرف سكيل وكده في حين ان في حاجات ثانيه في البريفري بيتمها كبيره على كل الحاجات الايجابيه اللي انت قلتها دي شغاله بس في بناء تاني على ان لا في اقتصاد تاني محتاج له ابروتش تاني. بس انا رايي ان هي مشكله يعني هي برسبكتيف. انا يعني ريسبكتفولي ديس اجري مع بدات في 11 اللي انت بتقول عليه بدا في 11 ده ليد براند معين الناس في مصر كانوا انتربرينورز يعني العربي ده انتربرينور بس احنا لما بنقول انتربرينور بيجي في دماغك العربي ما بيجيش صح مثال لطيف قوي حالا ما طلعتش من الايكو سيستم على فكره صح بس انت قررت انها عشان تك وعشان كده كان ليك تبع لا انا فاهم بس انا قصدي هو في سلايس كده ان احنا في برسبكتيف في مصر دايما كانت بتعمل انتربرينورز وفكره ان الناس بتسكيل وبتكبر نهي ما هديك مثال بسيط قوي بونجور مش ده الموديل اللي احنا بنفكر فيه دي من اكتر الناس اللي عبقريه في الانتربرينور من وجهه نظري بداوا فروم سكراتش سكيل وطلعوا بشكل كبير جدا. احنا بس لازم ندرك ان احنا بلد 100 مليون اغلبيتنا مش في القاهره اغلبيتنا مش بيتكلموا انجليزي يا جماعه احنا اغلبيه الانتربرينور شيب ايفنتس بتاعتنا بالانجليزي اغلبيتنا مش بيتكلموا انجليزي احنا بس باصين على سلايس. حاجه بس لازم ناخد بالنا منها ان في اكاونتابيلتي هتيجي اجيال بعد 10 سنين تقول الماركت ده اترمى فيه قد كده ملايين وطلع منه فيزي او 1 2 3 4 ففي في ايكونومي اوف في يعني ميجر بيرفورمانس لا انا هعرف اعمله ولا انت تعرف تعمله وغالبا مش هنقدر نشوفه دلوقتي هيتشاف ان ريتروسبكت. بس احنا برضه لازم ناخد بالنا ان احنا محتاجين في بلد 100 مليون نبقى بنتكلم ال 100 مليون محتاجين نعرف ان مش شرط الكلمه انتربرينور دي كلمه. انا هديك مثال لطيف جدا في الرحله مثلا انا عارف ان انتم من الحاجات الظريفه جدا في ناس تطلع معاكم وقبل ما يجوا طالعين يقولوا بس انا مش انتربرينور انا مش عايز بس اقول اسماء وبيلاقوا مساحه وبيتبسطوا بس انت عارف كويس قوي ان في زي كلاسيزم موجوده في فكره الانتربرينور حتى الكلمه نفسها كلمه غريبه جدا يعني انا نفسي قعدت على معاد خالص اقول انتربرينور دي فتره طويله مش قليله فتره انت مش عارف تكتبها كلمه مش سهله كلمه مش سهله وحتى العربي بتاعها يعني انا دايما بهزر انا بقول لك ازاي تعرف لو عايز تعرف واحد يجي لك يقول لك انا والله العظيم مره كنت في بانل فواحد راجل عامل بي في سيستمز 30 مره مركب لوحده بي في سيستم محدش يعرف اسمه 30 مره قد العشره اللي وراه اخر واحد في العشره هو اللي في الميديا. الراجل ده بقول له انت كانتربرينور قال لي لا انا بس احنا كنا مع بعض بس وبدانا مشروع ولمينا فلوس وربنا فتح علينا. هو ده الجمل دي برضه انتربرينور شيب. حاجه بس لازم ناخد بالنا منها لا يعني الحاجه بس لازم ناخد بالنا منها وعلى فكره انا عمري انا ما بحبش خالص نقول يا ده بس انا نفسي يبقى في ده وده. انا حاسس ان في حاجه واخده فوكس محتاجين نوسع الفوكس. حاجه بس لازم ناخد بالنا منها ان ذير از اولسو نيجاتيف بي ار. الناس دي نصابين مش حاسين بالبلد
ياخدوا الفلوس وبيضيعوها. وفي نيجاتيف جاب، مثال بسيط قوي، هو انت بتعمل القانون عشان الناس اللي طالعه من الشريحه الصغيره ولا علشان الماسز؟ فمعلش برضو لازم ناخد بالنا من الكوميونيكيشن مع الجفرمنت، يعني ممكن يبقى بشكل نيجاتيف. اه فبس انا يعني بس عايز اقول ايه، احنا محتاجين برسبكتيف اوسع شويه. انا حتى وانا بتكلم قلت ان الموضوع ده مش غلط، it is just one more. زي ما في السيليكون فالي احنا بنسمع عنه، امريكا الجي دي بي بتاعها في مسارع الفراخ في امريكا، it's a huge industry extremely innovative، بتعمل مجهود وبتطور وبتعمل. فبس محتاجين العمليه تتظبط شويه، ومع ده يبقى في حاجات تانية. بس شكرا جزيلا. طب احنا محتاجين دلوقتي نطلع بريك، هنعمل حاجتين قبل ما نطلع بريك عشان بس انتراكتف وكده يا شباب، والناس اللي بتنام كده وفلوجي دايما بتلعب في الموبايل. فاحنا محتاجين نعمل حاجتين. اول حاجه بس عايزين نعرف يعني احنا طلعنا ايه بالليله دي يا ابو العز، طلعنا ايه بالليله دي؟ مش انت لوحدك يعني، فمحتاجين نعرف دي. وتاني حاجه محتاجين نعرف فانت بقى الناس اللي بتمشي دي الاسئله، دي فتره الاسئله خلي بالك. طلعنا الناس لذيذه حلو ماشي، اتكلموا عليك يا ابو العز. طلعنا بايه الليله دي؟ معاك؟ معاك؟ هتسيبها طيب.
حاسه ان في سنه غياب بتاعه السيفل سوسايتي بتاعه الان جي اوز والفاونديشنز والناحيه دي. فالموردين اللي اتكلمنا عنهم يعني اكتر انه لو حضرتك بدات تشتغل معاهم فهم في نقص ان هم بارتنرز يو نوت فايندينج ذا رايت بارتنرز which I think ان ده جزء من المفروض ان بشوف ان الكوربريت يكون بيعمله انه كمان بيخلق الدماغ لان جزء كبير قوي من الناس اللي بتشتغل تنميه هي بتشتغل تنميه برضو يعني ما بنقولش في جزء كبير قوي ماشي بالدماغ اللي موجود فده كيتر للدماغ ده. ففي ناحيه ثانيه بنلعبها في الناحيه بالمشاكل ان الكومبانيز هي اللي بتكريت الدماغ للان جي اوز او للمجتمع المدني هو يمشي في الناحيه اللي احنا قاعدين نمشي فيها. من ناحيه ثانيه برضو لما كنت بتكلم عليهم هم برضو من ناحيه السي اس ار بتاع الخير ده فيلير للكومباني ان الكومباني بوزيشن السي اس ار بتاعها وان المجتمع والايكو سيستم اللي احنا بنتكلم عليه بص ان هو ان هم بتوع الخير هم اللي شادين بتوع الخير يعني شايفاهم افيري امبورتنت ستيك هولدر هم المفروض يكونوا موجودين عشان بيبالانس اوت من ناحيه بقى الخناقه بتاعتهم مش عارفه ايه فهم محتاجين يبقوا موجودين بس انا حاسه ان هم سنه غايبين معانا وسنه محتاجين يبقوا ندخلهم بشكل مهم اكتر. حلو قوي. طيب كده فاضل لنا اخر حاجه بس عايز كومنت شويه مش شغال قوي بس عايز برضه اوضحها ان الناس بتيجي تكلم الكوربنس على انهم باعوا في very provoking. We are very commercial minded and we really know how to create that. لما تجيش وانت صغير او whatever وتحاول to cut us short with much more than that. Very interesting insights developed. طيب قبل ما نطلع البريك حاجه اخيره احنا هيبقى عندنا ساعه للناس الامبريمنتس. فالناس اللي على راي سوي كده الشباب التوتو اللي ما لهمش في الشغل جامد ممكن يمشوا. ماشي الشباب التوتو ممكن يمشوا بس احنا مرابطين حتى الجماعه التوتو دي ازاي بقى؟ ماشي. ف توتو ايوه الشباب التوتو دلوقتي هيمشوا يروحوا دلوقتي هياخدوا البريك ويقعدوا يروحوا بره ويروحوا. عندنا ساعه ثمينه جدا للناس البراكتيشنرز على الارض ازاي بيقدروا يغيروا الفاليو تشين دوت وفيهم ناس شغاله على انكلوسيف بزنس مودلز وفيهم ناس شغاله على انوفيتيف ايدياز اند ويز اوف وين وين للبزنس. فقبل ما هنمشي هناخد 1 دقيقه من الخمسه اللي هيشتغلوا 1 مينت نعرف بس هتتكلموا على ايه في الفاليو. ما ده سؤال اون ذا سبوت ده لا مفيش انا متوقع يعني انا في سالي وجع صوتي عادي طبعا انا برغي من بدري فبيزيكلي انا يعني I create collaboration models ما بين الستارت ابس والبنك سي اي دي فاي تراي تو يعني تو ميرج بحاول اجوز الاثنين مع بعض من الاخر يعني فعلى حسب الستارت اب بتعمل ايه بشوفها وير داز ات فيت بيبقى في كذا انتري بوينت عشان سي اي دي بنك كبير وكده فدي حاجه والحاجه الثانيه ايه لما بيفت بقى بياخدوا انفستمنتس ولا بياخدوا بزنس؟ We have a venture capital arm which is C Ventures it's يعني spin off from CIB بس it's fully owned by CIB بس it's different companies يعني كده فبتبقى ماشيه in parallel يعني وفي كمان بزنس ريليشنز؟ في انفستمنت وفي مانجمنت. I do the management I do the investment part for the seed and PC. C Ventures focused on series A and B investment. ماشي. فاحنا بنتكلم عن دوت في البريك اوت. اوكي اند وي دو انترنال انوفيشن از ويل فاحنا عندنا شبه يعني بنحاول نعمل انترنال انوفيشن وبس وبنشتغل بقى مع الانكيبيترز والاكسلريترز ان احنا نتواجد معاهم في الايفنتس ونعمل اويرنس ومنتور شيب وكده. This is how we scout for startups. ماشي. اجين في البريك اوت هنتكلم عن الموديل بتاع ده هو الموديل. طيب ماشي. ساره وات ويل دو ان يور سيشن؟ يس. ويل ام فروم يونيكو. أحسن ناس أحسن ناس. But in one minute, We are promoting sustainable business. So what you were saying before, you mean we are promoting sustainability along a specific value chain. In my case, it's the industry bottom. So we are trying, I mean, to promote the three dimension of sustainability. So the social, the environmental, and the economic. Because we do believe that unless you have the three dimension represented, you will not, your business will not be sustainable, so you will not have a successful business on the long term. This is our answer. So you will talk about it. Yes. We'll model كمان بيتكلم على ازاي في الفاليو تشين بتاعتكم بيقدروا يدخلوا entrepreneurs من from the ground يعني entrepreneurs يخشوا في الفاليو تشين دوت وازاي الثريت
بتاع sustainability globally الشركات الكبيرة فيها compliance عالية على sustainability ودوت ممكن يخلي في صعوبة ان احنا نطلع بس في نفس الوقت في opportunity لو الناس بقى تعلموا compliance وتعلموا ازاي يخش في value chain الطويلة اللي كان دكتور حسين بيتكلم عليها ازاي كمان دوت يخلق opportunity فهم شغالين على الدوت مين تاني مين تاني من ال كريم كريم ده احنا عليه اصلا الليله دي كلها على الليله بتاعت دانون يعني one of our best examples انا اسمي كريم محمد بروجكت مانجر في انترناشونال انترناشونال ان جي او احنا الحالي في الوقت الحالي ان بارتنرشيب مع دانون كومباني باللينك اللي اسمه الميلك بروديوسرز والسمول فارمرز للكومباني سبلاي تشين وحاليا عاملين ميلك كولكشن سنترز في قلب rural areas where the small farmers and the small milk producers exist. We've been shipped daily an average of 25 tons of milk each day to that, which represent like 20% from the daily supply. This partnership has been going since like 10 years, and we actually started with like a very humble target, 2 tons per day. We built and we developed the model to make it more like a milk hub for the farmers so they can feed their cows and they can also have an access to veterinary services through these milk hubs. And also now we are improving the quality of the breed in the rural areas. And instead of the local breed, we are introducing more like imported breed of cows. فده اللي بيتكلموا عليه كمان انكلوسيف بزنس مودلز اللي هي بتتعامل مع ذا بيزك ديفلوبمنت وازاي الناس تدخلهم في الفاليو تشين وازاي ان تلعب كميديتر في النص يقدر يلينك الاثنين دول مع بعض. فده زي جريت مودل اخر مودل هنسمعه خلال نص ساعه اللي بعد البريك بتاع انفنشن. ماجد ممكن تقول لنا هنتكلم انا ماجد اسمي ماجد الخطيب مانج انفنشنز. انفنشنز دي بي سي انكيوبيشن بتاكتيفيت وبتنفست الستارت ابس اللي في الاديوكيشن والابتك هي باورد او اسست من خلال شركه اسمها نهضه مصر فهي تعتبر كوربريت فينشر كابيتال ففي لينك بين الستارت ابس والكوربريت فاحنا عندنا الميشن اللي بتاعت الانفستمنت دي بيور واضحه وفي الميشن الثاني ان احنا ممكن نحقق اهداف الكوربريت الاساسيه من خلال الستارت ابس بدل ما نفتح ديبارتمنتس او فده كان موديل واضح جدا جدا لنهضه مصر شركة كبيرة وعملاقة وفي مشروعات كتيرة صغيرة ممكن تتعمل عندها كتب في حاجات صغيرة ممكن تعمل سي ديز على الكتب دي ممكن تعمل دراما على الكتب دي ممكن تعمل ارتفيشال انتليجنس يوتيلايزيشن للمعارف دي وشافت انها مش هتقعد تعمل الحاجات الصغيرة دي لكن الانتربرينورز ممكن يعملوا دوت وهي ممكن تنفست فيهم فتكسب معاهم ويكبروا مع بعض. And this is another model of ازاي الكوربريت تقدر تخش مع الانتربرينورز هنعرفها النهضة المحفوظة النهضة نهضة مصر يعني طيب السيتنج هيبقى هنطلع ربع ساعة بريك اوت وكده هنرجع هيبقى في تور اوتس هيبقى الخمس انشيتيف دي موجودة هنا هيبقى في تور اوتس هتختار حضرتك اثنين من يعني كل راوند تختار تقعد مع حد من المودلز دي ربع ساعة جروب صغير تقدر تخش 1 تو 1 كويشنز وتفهم منهم أكثر المودل ماشي ازاي والتشالنجز اللي عنده ازاي وايه الوين تو وين بزنس بتاعهم ليه بيعمل دوت وليه مفيد ليه وكده وايه البيزنس اوبورتيونيتيز بالنسبه لك انك تشتغل فيه فهتبقى تو راوندز كل مره تختار حد من الخمسه ماشي كده الشباب طبعا ممكن تاخد بيت وتروح والباقيين هنقعد شكرا جزيلا نشكر الناس اللي علمونا وقعدوا معانا وطلعوا معانا